تبقى هذه الذكرى نقطة سوداء في ذاكرة الأمة. نكبة فلسطين على مدى ما يفوق 60 عاما، الأمة تعاني من هذه الذكرى، إلا أن الأمة وبمقاوميها وبجهاد الأبطال في فلسطين وفي لبنان استطاعت أن تتجاوز هذه النكبة لتتقدم نحو الأمام، نحو تحرير فلسطين إن شاء الله في القريب العاجل، ونحو التأكيد على حقنا كإسلاميين وكمسلمين في هذه وكعرب في هذه الأرض المقدسة.